بالتصعيد المغربي الخطير، حيث تعمل دوائر نظام المخزن على تشويه صورة الجزائر إقليميا ودوليا، وهو ما تجسد في البيان الأخير للخارجية المغربية الذي تهجم على الجزائر منتقدا دورها المتنامي في حل النزاع بشمال مالي. متابعة للموضوع مع منى مالك. في خطوة جريئة وغير مسبوقة بعيدة عن اللغة الدبلوماسية، النظام المغربي الذي لم يفوت الفرصة في بيانه تحذير الأطراف المالية من الجزائر التي وصفها بالوسيط الانتهازي، ناهيك عن وصف وساطتها بالمشبوهة. وجاءت خرجة المخزن خلال اجتماع ممثلي الأزواد لإدخال تعديلات على اتفاق السلام بالجزائر. المغرب اعتادت دائما وأبدا أن تزرع العراقيل والصعوبات في وجه أي تحرك تسعى إليه الجزائر حقدا وحسدا. ليست هذه هي المرة الأولى، إنما فقط هي تعمل من أجل إفشال أي مسعى جزائري تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية، ليس من اليوم بل منذ استقلال الجزائر. نظام المخزن الذي اعتاد التشويش على كل مبادرة تقودها الدبلوماسية الجزائرية، ها هو اليوم يسعى لخلط الأوراق في الملف المالي عن طريق زرع البلبلة في صفوف الحركة الأزودية. التشويش المغربي هو الذي أثر على بعض الحركات الأزودية المسلحة في شمال مالي، منها الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالضبط والمجلس الأعلى الأزوادي. هاتين الحركتين هما الحركتان اللتان كانت تتصلان دائما مع المغرب في كل دورة من الدورات الماضية في الحوار المالي، وهن يعرفن جيدا أنه لا حيل من وراء هذا التشويش، لأن الملف الآن الملف الذي تسيره الجزائر هو ملف دولي لا يستطيع المغرب أصلا أن يؤثر فيه لا سلبا ولا إيجابا. الخرجة المغربية جاءت إثر تزايد الضغوط الدولية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، والتي تعرف منعرجا هاما نحو التسوية في الأيام القادمة.